لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يذكرنا البوق الروحي اليوم بالكلمات المعزية التي قالها غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أي في الرابع من آب سنة 2021. علها تعزينا وتقوينا في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها لبنان والعالم. قال غبطته: في مثل هذا اليوم من العام الماضي هزت القلوب مأساة مرفأ بيروت التي عاصفت بواقعنا اللبناني واختطفت منا حبة. نصلي اليوم إلى أبي الأنوار أن يضمهم إلى نوره السماوي وأن يمسحهم بطيب مراحمه ويبلسم قلوب أهلهم بالتعزية. صلاتنا اليوم من أجل أحبائنا الذين قضوا في هذا الانفجار، صلاتنا أن يمسح الله من عيون أهلهم وعيوننا كل دمعة. نضم اليوم القلب إلى القلب ونذكر إخوة لنا، نذكر فوج إطفاء بيروت وطاقم مستشفى القديس جورجوس، نذكر الكثير الكثير من الأحبة الذين طالهم هول الكارثة، ونذكر رغم كل شيء أن إرادة الحياة هي التي ستغلب وتمسح دمعة الألم وترسم ابتسامة الغد وقيامة لبنان. يا عذراء نقي قلوبنا، يا عذراء بدد ضيقنا، يا عذراء ارحمي موتانا، يا عذراء داوي لبناننا واحمي بيروتنا، يا عذراء بلسمي جراح المحزونين وارحمي المهجرين والمشردين. ضعي مبضع رحمتك في يد الأطباء وآزر الطواقم الطبية. يا عذراء استأصلي أهواءنا وهدئي روع الخائفين وسكنيه بسلام المسيح يسوع تبارك وتمجد إلى الأبد. آمين.